ريم قاعده اكلمك. سلامات اقدر الحقك من شارع لشارع. ما حد طلب منك تلحقيني، انا قلت اتركيني ما قلت لك الحقيني. انا عارفه خيالك داون ممكن يوديك. خيال ايش؟ انا اللي شفت واقع. انا كنت عندي عشان دعوه الخلع اللي انت رافعتها على ناصر. بالله شوفي كذبه ثانيه. ريم انا ما اكذب عندك، انت عارفه زين ان دعوه الخلع هذه ترفض اذا ناصر ما جاء. وانت كنت عند عامر تتفقون شلون تلقون ناصر تخلونه يطلقني؟ شايفه كلامك ايش كثر مقنع؟ ريم صدقيني انا كنت ابي اساعدك بس. صح صح، مثل ما ساعدتي غيري يوصل لي. انت وش قاعده تخربطين؟ ساعدت مين؟ ناصر زوجي اللي جانا من اول ليله دخلنا فيها المجمع. ايش؟ انت حضرتك مشيتي من هنا وناصر جاء من هنا. دقيقه كيف جاء؟ ريم انت ليش قاعده تخبين علي؟ قولي لي. عشان كذا خليتيني اراجع لك كاميرات البوابه صح؟ ايه، علشان اعرف كيف دخل من غير ما تشوف الكاميرات. الكلام اللي قاعده تقولينه مو منطقي. ما يقدر يا ريم، ما يقدر يدخل. لا يقدر، يقدر بمساعده شخص يعرف كل شيء في المجمع، حتى المنافذ اللي فيها، حتى بوابه الخدمات اللي الى الان ما فيها كاميرات. ريم انت قاعده تتهميني اني انا اللي دخلت ناصر؟ انت مستوعبه ايش قاعده تقولين؟ انا ليش اسوي كذا يا ريم؟ ليش؟ ما ادري، ما ادري، ولا أنا فاهمة شيء. بعد اللي شفت اليوم ماني فاهمة شيء. أنت معي ولا معهم؟ ريم انتبهي لكلامك للمرة المليون. حتى لو كنت معصمة أنا ما أسمح لك تغلطين علي، فهمتي ولا لا؟ بإيش تهدديني؟ بإيش تهددين؟ إني أطلع من الفيلا مثل كل مرة؟ أبشرك راح أطلع منها وبطلع من حياتك بعد. وروحي كملي اجتماعاتك من ورا ظهري. بس إذا كشفتك لا تقولي لي كلام ما يقنع بزر. انت مريضه على فكره، تحسبين الناس كلها قاعده تتآمر عليك. ما يهمني الناس، ما يهمني الناس. انا اليوم شفت اختي حاطه يدها بيد اعدائي، الناس اللي سحبوني للتحقيق انا وبنتي. ليه؟ انا كل اللي طلبته منك سقفي يسترني انا وبنتي، وانتي كل مره تهددين تطلعيني برا الفله. انا ليش ما كنت افهم؟ بس الان فهمت، الحين فهمت كل شيء. لميا، لميا هنا. وش في؟ جهزي شنطتكم ونطلع من البيت. وش اجهز شنطتي؟ وين بنروح؟ ما يهم، اي مكان، نسافر، اي شيء. انت نسيتي وش موجود هنا؟ انا ما نسيت وش في هنا، ولا انا دافع نفسي جنبه. احنا بنطلع وما حد يعرف دربنا، واذا حد دخل ما حد يعرف وش فيه، وإذا عرفوا ما بيلاقونا. وأنا ماني بشنطة عندك، كل شوية تنحاشين وتاخذينها معك، يوم تنقليني من مدرستي القديمة، ويوم تحطيني في مدرسة قريبة من هنا، وثاني يوم تبين نسافر ما أدري ننحاش. أنا أبي أعرف وش قاعد يصير معك. أنا ما عاد عندي ثقة بأحد، حتى خالتك أنا ماني واثقة فيها الحين. ليش؟ خالتي وش سوت؟ أبوك كيف دخل؟ كيف وصلنا؟ أنا اللي عطيت اللوكيشن لجدتي. أقصد من أي بوابة؟ من علمها إن في بوابة ما فيها كاميرات؟ عند نفس الباب اللي طلعنا منه يوم نطلع جواله من المجمع. حنا كنا داخل المجمع وجالسين ندور على حل لأن مسوين مصيبة. أما أبوك من علم إن في باب ما فيه كاميرات؟ كيف عنده وقت يدور؟ من اللي وصاه ما يدخل مع البوابة الرئيسية؟ قولي لي من؟ أكيد مو بخالتي. أنا ماني مرتاحة هنا، وأنا ما راح أطلع من هنا. أنتِ خايفة وأنتِ معي؟ أنا اللي قتلته، يعني لو لقوا جثته أنا اللي بدفع الثمن. ما راح أضحي بحياتي عشان أنتِ ما عاد تثقين بأحد. أنقذتك مرة واحدة إلى هنا وخلاص. الحين جا دوري أنا اللي أنقذ نفسي.